على واحد. لا يستطيع المسلم أبدا في بلاد الكفر أن يحيا حياة إسلامية. والأمر واضح جدا أن البلاد اللي عاشت 14 قرن في تطبيق الإسلام لا يمكن أن يساويه بلد حل فيه الإسلام لربع قرن من الزمان أو نصف قرن من الزمان. قضية تحتاج إلى زمن كثير وطويل جدا. ولذلك الحقيقة نحن ما ننصح مسلما أن يسافر إلى تلك البلاد للإقامة، وإنما إذا سافر للتجارة مثلا على أن يعود بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين إلى آخره، ما في عندنا مانع على أن يكون محصنا، وأعني بالإحصان أن يكون مربى تربية إسلامية صحيحة، وأن يكون متزوجا أيضا، الزواج الشرعي مطلوب حتى لا يفتن هناك بالرخص الموجود في بيع الأعراض بكل وسيلة. فإذا جواب السؤال السابق لا نستطيع أن نقول يعود أو لا يعود، لأنه لكل منهما مشكلة، فهو السائل أو المسؤول عنه هو الذي يقدر الموضوع. حتى وإن كان المجتمع الأمريكي الذي يعيش به ذلك الشخص مشابها أو حتى أقل ضرره أو تواجده هناك أقل ضرر من بلده الأصلي، بمعنى سامي عايش في لبنان. مفهوم سيدي كلامك، بس بدنا ننظر أبو يحيى للعاقبة. يعني ولو أني قطعت كلامك بس في ظني مبين المكتوب من عنوانه، إذا تصورنا أنه بده يصير إصلاح، أو بعبارة أوضح تحقيق المجتمع الإسلامي، وبعبارة أصرح إقامة الدولة المسلمة، شو بنتصور بيكون إقامة الدولة المسلمة في البلاد الإسلامية العريقة انتساب الإسلام، ولا هذه البلاد التي يهاجر إليها المسلمون؟ هذا هو. ولذلك السؤال تبعك إذا بدنا ننظر آنيا قد أزيد على ما تقول، وأقول أنه قد يعيش بعض المسلمين هناك خير من بلادهم، لكن هذه نظرة قصيرة جدا. نحن ننظر للمستقبل أولا، بدنا ننظر أيضا للذرية اللي بدها تجي من هؤلاء المسلمين. هذه الذرية يا ترى ضامنين الآباء مستقبل هؤلاء الأبناء، وأنه ما يطلع هناك قرار كما فعلوا، ومن عاد عنكم بعيد أخبار البلغار ومحاولتهم تنصير بل إخراجه عن الإسلام للأتراك المسلمين. ولذلك قلت أكثر من مرة وسئلت شو حكم لحم البلغاري، بتضايق من الأسئلة كثيرا في الآونة الأخيرة، وبصيح أحيانا بقول لساعتكم في المشكلة هذه، والبلغار عم يذبحوا الأتراك المسلمين ذبح النعاج، فأنتم بدكم تسألوا أنه نعاجهم ذبحت طريقة إسلامية ولا لا، يجوز أكله ولا لا؟ لو كانوا يذبحون على الطريقة الإسلامية حقا وجب على المسلمين يخاطوا هذه الدولة، وهي تفعل في إخوان المسلمين ما تفعل. فما في عندنا ضمان يا أستاذ لما بيعيشوا المسلمون وبيتكتلوا. أنا في الواقع بتساءل شو عاقبة المسلمين اللي بيقيموا في هذيك البلاد بالنسبة للمستقبل البعيد؟ ألا يمكن أن يظهر قرار بطرد هؤلاء وتهجيرهم؟ ما في ضمان طبعا. وقضية انه والله بلاد امريكا بلاد حرية ورفعت راية الحرية، شايفين نحن انه هذا حبر على ورق، هو كلام صحيح.
ولذلك بارك الله فيك يجب أن ننظر للمستقبل البعيد. المستقبل القريب شيء يعني الأطفال النشأ هذول ما لهم مدارس. هو من مدارس متعلموا في مدارس يعني. هذا ما أشرنا إليه إنه مضامين الأولاد هذول ينشأوا مسلمين. وهذا لا شك فيه زي ما تفضلت إنه لا يوجد جواب واحد كافي لهذا السؤال لأنه هذا سؤال يتشعب. أي نعم. إذا كان الإنسان بوضعك أنت رايح 4-5 سنين للدراسة ثم العمل 4-5 سنين وبالتالي ما راح يكون في المدى القريب ذرية وأولاد يخاف عليهم. هو الحقيقة ليش عم نسأل؟ لأنه هم عايشين في أمريكا ضمن المجموعة الإسلامية وينتشروا في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى من علينا ولو غرت بيروت يمكن ما الله ما يعني ما يسر له ياخذ احنا سلفيه. لكن في امريكا تعرض على واحد ودلوا على اهل مرته فذهب فوجد جماعه سلفيين وخطبها خلال اسبوع. يعني فيسر هو المكان اللي عايش في المجتمع الاسلامي حقيقه هو مو عايش في المجتمع الاسلامي لكن هو حاصر نفسه ضمن مجموعه خشط في سبيل الله وهذا مؤقتا ظلمه. نعم. كلام سيدي الشيخ انك تعيش وبذهنك انه ذكرك عايش هناك فبالتالي راح ياتيك اولاد والاولاد بيتفرجوا التلفزيون بيروح على المخبز يشتري من واحد يظل يعني بدك تعيش جو فانت لا يمكن تعيش جو اسلامي 100% في امريكا. بس اللي لاحظته انه لا شك منه ان تطبيق العمل الاسلامي في امريكا كان اسهل بكثير من تطبيق العمل الاسلامي هون خاصه في البيئه الموجوده فيها. مثال صغير في أمريكا قضية الاختلاط هذا شيء طبيعي يعني طبيعي متيسرين يعني حتى هناك لا يوجد اختلاط تماما بس يكون موجود أسرة مع بعض هون إلا لا يصير في اختلاط مهما كانت ظروف قضية المصافحة مثلا في أمريكا ممكن أنك ما تصافح أي امرأة ولا بدون أي مشاكل. أنا بس نزلت على لبنان على بيروت وواجهت هاي المشاكل جدا في كثير من هذه. فلاحظت إنه تطبيق العمل والدين الإسلامي في أمريكا كان أسهل بكثير جدا من تطبيق العمل الإسلامي هون. صحيح بس في ملاحظة يا أخي. في بيت شعر نسيان شطر الأول بيقول وكل غريب الغريب نسيبه. فالغربة تجمع الناس هناك وتجعلهم متقاربين متفاهمين. بلادنا الإسلامية فيها طوائف فيها جماعات مختلفة متعددة من هنا بتجي المشكلة. لكن لو تصورنا أن زيدا من الناس هو أنت أو غيرك قصد أن يتعرف على جماعة من الجماعة السلفيين اللي تعرفت عليهم هناك في أمريكا في هذه البلاد مثلا أو غيرها ما بتكون حياتك الإسلامية هنا أقوى من هناك؟ صح بس كمان تيجي نفس المشاكل هناك مثلا ممكن تشوف أي شخص في الخارج يعرض عليك او اي امرأة يعني يعرض عليك مثلا تقول انا ما اصابك يحترموك ويقدروك هناك جدا بس هون يعني الواحد الحمد لله بيحاول انه يحسن حاله ضمن الجماعة السلفية بس العالم الخارجي هون لا ما يقدروا هذا صحيح بس انت عم تنظر القضية من نقطة واحدة بس يعني هلا هناك الحرية اللي عم نشير إليها إنه أنا ما بصافح بقدروك ليش؟ لأنه في حرية لكن هذه الحرية مش مقننة بالشيء اللي بيناسب الأخلاق بيناسب الأديان وهنا حرية فيها الخير وفيها الشر يعني لو أنك أنت بدل ما تصافحها قبلتها شو بتلاك؟ شكرا طبعا هاي مش نابع انه الجو مستقيم مالين المدارس رجعوا جددوا
لباس منع اللباس الثوب. أيوة. إن كان هذا صبي هذا بالمعنى هذا لمين الذكور؟ نعم الذكور. الله أكبر. والنص جاء أن يكون لباس رسمي، والرسمي هو عبارة عن الزنطال والقفص. فعم بحكي أنا والحج طاهر أقول يعني حتى في البلدان الغربية الأوروبية احترام الغريب او اللحظية المطلقة اللي احنا عم نحكي عليها، لو انت لبست ايش ما بستريح ما حدا يعمل طبعا على الاطلاق. اي نعم. الفارق الان انه انت يعني ما فيك انت تتنقل من بلد لبلد مجرد انه بيسمح لك تمارس شعائرك ببساطة، والا انت عم تتوخس سهولة في كل الاشياء. انت بدك تعاني وبدك تكافح وبدك تصبر وبدك تؤذي في سبيل الله، لكن هي عملية ميزان. لذلك يعني الله أعلم أنه زي ما لمح سيد الشيخ لا يوجد جواب إلى هذا السؤال حكم. يعني بدك أنت تقارن وأيهما أفيد لدينك ودنياك، بدك تقارن حاليا كل شيء. يعني إنما للمدى البعيد لا يجوز أن تعيش في بلاد الكفار، لأنه بدك تحل عليك وعلى أسرتك وعلى أولادك وبدك تطبع وحشرت نفسك وصورت نفسك مع هالبيئة هاي. برضه كنا عم نحكي هذا الحديث اليوم بغريزتك بعقلك الباطن بتصير تلقائيا تتقبل وتستسيغ شغلات او تتهاون عن امور صغيره. ويوم ورا نتيجه الممارسه نتيجه العدم الامكانيه، وبعدين بعد المدن تلاقي حالك انت يعني عم تنقض على اراء الدين والتمسك فيها واحده ورا واحده. ابنك بده يتفرج على التلفزيون، كان ما اليوم كل شيء، يعني يقول طول الوقت حكيت مع الناس بالعمق على كذا، تلاقي حالك بدل ما صافح بتقبل وبتقول لك شكرا. ويقال كثرة الإحساس تفقد الإحساس.